شوف هنا عندي غنعطيكم مجموعه ديال المشاريع. هذه المشاريع اريد ان استثمر فيها، هي كلها لها علاقه بالزراعه. اللي عنده خبره او رغبه انه بغى يدير هو هذا المشروع، بغانا نتعاونوا، نقدر نقول لك راس المال الحمد لله موجود، خص غير اللي يكون راجل واللي يشتغل، هذا هو الشرط. عندنا مشروع زراعة الفصة، البرسيم، القمح، النخيل، النعناع، العنب، الأوليفيرا، الخيار، الكوسة. أنا ما بغيش منك تجيب لي فلوس، أنا جيب لي فكرة تكون واضحة، تكون عارفة شنو كي غيبدا المشروع، كيفاش غادي، شحال خصنا في الأول، شحال خصنا ديال الأرض، شحال خصنا ديال رأس المال، يعني جميع التفاصيل المشروع تجي نتا ملم بها، وغتقد واحد الورقة في السي في ولا سميتو في هاد المعطمات هادو، وتجيبها ليا ولا تصيفطها ليا في البريد ديالي، العنوان البريد ديالي أنا غادي نكتبو ليكم هنايا في الأخر تاع الفيديو، وغادي تصيفط ليا هاديك الدراسة ودير فيها سميتك وتليفونك، وأنا بعد ما نستلمها ولا شت الأمر جاد وشت أنت إنسان جاد، أنا غنتصل بيك وغادي يكون إن شاء الله خير.